مشمط على الكرة ثاني قاسي كبير نيرو ومع كامل تراب قدام تراب ميسي وتراب وجول جول 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 دي الاس برشلونة الدرس في أبطال أوروبا لسبعة جول مشمط كافاني فقاي الصحفيين الفرنسيين كرة خطيرة جول كافاني كافاني السفاح البيستولير ويديسون ويديسون البطيخة فضل لعب بدنيا أهرب كافاني كافاني جول كافاني جول خلص 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 ما خلصش ما خلصش تيرشتاجن أوروبية للبي جي في هذا الموسم يمشي نيمار حتى يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا صب ميسي خطيرة مش ممكن مش ممكن ضرب جزاء مش ممكن ضرب جزاء إنه الزلزال الخمسة تقرب الخمسة تقرب يا الله ماذا يحدث يا الله على ليالي أسطورية 4-1 ماركينوس لن يمشي البرازيلي نيمار جول 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 Messi with a crucial delivery. Well defended. He didn't get it past Aurier. That might be important. Zane Duran is caught in possession. And look at Ter Stegen. Wow, it's almost like something out of it. Verratti fouled him there. Just been booked. I mean, nobody cares anymore. This might be the last attack. Ter Stegen's up there again. Now 30 seconds remaining. Neymar.